طيب اليوم محاضرتنا عن ايش؟ خلصنا اللوجيك الريسيرش، اليوم محاضرتنا شباب عن اللوجيك. كيف بدنا يعني كنا نعمل احنا عمليه الذكاء، كنا نحصل على الذكاء كيف؟ كيف كنا نحصل على الذكاء؟ تعلمنا بالتكنيكس الماضي بعمليه السيرش، كنا نبحث عن احسن سوليوشن وكنا نبدع بالسوليوشنز. هلا اليوم اللي بدنا نسويه بدنا ناخذ المنطق ونشوف كيف بخدم او كيف بالمنطق نقدر نعمل ذكاء صناعي. محاضرة اليوم عن مقدمة على اللوجيك، زي ما قلت لكم كمان المحاضرة بتقدروا تشوفوها مسجلة على هذا الموقع. محاضرة اليوم عامة عن المنطق مش خاصة. باك جراوند 80% المفروض تعرفوه من مادة الديسكريت ماثماتكس اللي أخذ الرياضيات المتقطعة والمنفصلة. فبنحكي اليوم جنرال باك جراوند عن اللوجيك. اللي بدنا اياه للمحاضرتين الثلاث اللي جايات اللي هم بيركزوا على المنطق، يعني كالتالي اليوم ناخذ عن هيستوري لوجيك، نعمل كويك ريفيو شو لوجيك، شو البروبوزيشنال لوجيك، وشو كمان فيرست اوردر لوجيك على السريع، ناخذ شو لوجيك ايجنتس، ناخذ كمان مفاهيم عن الانفرنسنج والريزنينج وشويه مفاهيم عامه. هذا كله بيلزم للمحاضرات القادمة اللي هي حتكون عن البروبوزيشنال لوجيك بتفصيل وكيف نعمل فيه ريزنينج، وعن الفيرست اوردر لوجيك وكيف نعمل فيه ريزنينج. طيب هاي الكي ويرز تبعت المحاضرة. شو اللوجيك؟ شو اللوجيك يا علي؟ حسب ما عرفنا قصدي يقول اخذت مادة المنطق مع استاذ فلسفه مش المنطق يعني بشكل عام اها يعني حسب هي الاليه التي يتم انتاج مالها بحيث طيب خلينا احنا معناته نسكتك شوي ايوب شو المنطق؟ لما واحد بقول لك كلامك مش منطقي شو قصده؟ يعني مش معجبه مش معجبه او مش صحيح، شو يعني مش صحيح؟ وين راح ناقصنا صحته؟ يعني هو حاطط ستاندرد او معايير محدده انو الشخص اللي بيحكم على كلامك اه وبناء على الحكي اللي انت طيب انت هو بقول لكم شوفوا شوفوا هذا مش بحكي مش منطقي معناته مش انا اللي حاطط المعايير مين؟ هو اللي حاطط انو من الحاطه انو الحاطه ايش متعرف عليه اصلا انو الحاطه ايش متعرف عليه هو مثلا بيعتبر المنطق يعني الشيء الطبيعي الواحد يتصرفه كذا وكذا انت بتحكي شيء اكثر فهو بيحكي لك كلام مش منطق لانه هو مآمن في الستاندرد اللي هو بيحكي مش ستاندرد فيش ستاندرد فيش واحد حسب شو تعرف عليه المجتمع العادات اه قصدك العرف مش الستاندرد شيء بتناسب مع العقل اذا اول شيء تناسب مع الواقع اللي هو اتفقوا عليه الناس بعدين بتناسب سوري بتناسب مع اتفقوا عليه الناس بعدين بيتفق مع العقل وبالتالي العقل هون طب جينا كلنا واحد اجى قال الجامعه بتاكل بيتزا الجامعه بتاكل بيتزا حكي منطقي مش منطقي طيب لو اجى واحد قال اذا فيش مواصلات للجامعه والدنيا مثلا ثلج في محاضره مش منطق لانه لا يمكن تحقيق صحه هذا الكلام مزبوط هلا احنا اللي بدنا اياه نقوله انه ناخذ دومين طلعوا كيف والمشكله انه في اختلاف مش اختلاف بس في تباين بين احنا شو تخصصنا؟ في الكمبيوتر ساينس احنا بندرس المنطق وهي علي بقول انا كمان مين درسني المنطق؟ فلسفه طب فكركم المنطق لمين؟ لاني دائره لازم كان؟ فلسفه كمبيوتر ساينس انا بحكي بشكل عام
فلسفيه وكل درسات. طيب ليش مش في الرياضيات؟ المنطق مختصش في مجال معين. ليه مش رياضيات؟ ليش المنطق مش في علم الرياضيات؟ هو مختص في مجال. طب درستوا المنطق بالمدرسه؟ انو درسكم يا استاذ العلوم؟ الرياضيات. استاذ العربي؟ الرياضيات. استاذ الرياضيات؟ كلهم مش بالضبط، التعليم الفيزياء ما لهم مش مثلا علاقه. تعاون الطب ما لهم مش علاقه، تعاون يعني خلينا نقول شيء اكثر المجالات طيب. رياضيات، فلسفة، كمبيوتر ساينس. طب فكركم أنو اخترع المنطق؟ أهل الكمبيوتر ساينس؟ ولا أهل الرياضيات؟ فلسفة. طب وليش تعين الرياضيات تدرسوا؟ ليه مش تعين الكمبيوتر؟ مش لأنه داخل في كل شيء، لا. لأنه اختطفوه تعين الرياضيات. هلا اختطفوه تعين الكمبيوتر ساينس، زي ما حكيت بعد شوي. احنا تعين الكمبيوتر ساينس بدك تقول بهاي الجملة قبل هذول. انه في الكمبيوتر ساينس احنا بناخذ المنطق كلغه كتول بناخذ المنطق احنا كاداه بنستعملها عشان نمثل معرفه معينه واحنا اصلا نكتفي ليش انه هاي المعرفه صحيحه ولا مش صحيحه بالواقع عشان نعمل اوتوماتيك ريزن ايش انا اوتوماتيك يعني عشان نقدر نستنتج اوتوماتيكي عشان نقدر نحقق ذكاء صناعي نسمع الذكاء بنستعمل المنطق كتول بينما وي دونت كير اباوت ذا تروث في الجمل اوكي نهتم بالتروث تاع الجمل بس كأداة يعني لو اجى واحد كان الجامعة بتاكل البيتزا وي دونت كير انها الجامعة بتاكل البيتزا ولا المهم انها الفهم يكون صح يكون ما دخلناش خلي التعليم الفلسفي واللغه والى اخره يهتموا واحنا ما لنا علاقه احنا بس الحاله الصحيحه انت بتقول لي كمبرمج انا بدي لك جواب المهم في الاوتوميشن بينما التعليم الفلسفي ليش بيهتموا يا علي؟ مش تقول جمل مش صحيحة. فهنا هون على أي حال نيجي نأخذ مقدمة صغيرة عن تاريخ المنطق. يعني نحاول تبسط المسائل لدرجة كبيرة جدا. هو هذا؟ أرسطو. في كم سنة؟ قبل الميلاد. وأنو هذا؟ فراغ انت طبعا يعني اي صور بتشوفها كثيره بتعطوها اي اسم انوها طب ليش قلت الفراغ؟ ولا دخل بالفلسفه ابن سينا ولا دخل بالفلسفه هذا مش ابن سينا على فكره هذا كما تخيلوا كما تخيلوا مين الفنان لانه المسلمين برسموش وبنحتوش فبالتالي يعني مش شرط تكون فعلا هيك شكلها. مين هنا؟ انو كبير؟ خوارزم مش عارف من المنطق؟ خوارزم من الخوارزمية. مين؟ هذا رجل ولد انولد في قرطبة. اسمه بالانجليزي إيفيروس. إيفيروس. إذا؟ مولد في قرطبة. طيب يوسف شاهين عمل فيلم باسمه. مثل نور الشريف. يوسف شاهين المخرج. يا يو الرازي معلوماتكم قوية كثير هذا ابن رشد ابن رشد طب أنه معلم ابن رشد ابن قيد ابن حاجة اسمها أنه معلم ابن رشد ابن باجة هو اللي كيف زمان واحد يودي بلاده على ودي ابنه على عالم
وظل معاه سنين طويلة حتى يتعلم. هذا ابن أنا مدرسه أنا معلمه ابن بات أنا معلم ابن أرسطو أفلاطون. نعم صحيح. أفلاطون علم مين؟ الإسكندر المكدوني. اللي ما طلعش فيلسوف طلع رجل عسكري. الإسكندر المكدوني بتعرف اسمه؟ من مكدوني أو مسيدوني. شو جنسيته؟ يوناني. هذا ولد في الأندلس في قرطبة وعاش هناك كان قائد الإضاءة في قرطبة. كيف المنطق نشأ؟ طيب خلينا نشوف أنا وهذا السلام. ها؟ مين؟ أنو ها؟ يلا يلا مين ها؟ ها أول شيء مش عربي. أصله مش عربي. نعم صحيح. مسلم. مسلم أصله مش عربي. مسلم. إيراني. تعرفوا كل يوم بتشوفوا اسمه كل يوم بتشوفوا اسمه ابن سينا. طب شو علاقته بالمنطق هلا جاي هلا اللي بتقولوا انه يا شباب يعني هو المنطق ما بلشش من هون هي الامور بلشش من واحد عشان نقول لك انا بس بحاول اجيب الموضوع بشكل تصويري وعلى شكل نكته والى اخره بس المنطق مش بلش عن جد من عند من عند ارسطو بس لا شك انه ارسطو من المعلمين الاوائل لا في علم المنطق اللي هو صنف الاشياء التصنيف والحدود والى اخره وبعد انتهاء الدوله اليونانيه انتقل كان اسم المدرسه هاي اسمها مدرسه المشائين انتقلت للاسكندريه من اليونان للاسكندريه يعني الناس اللي عملوا فولو اب لعلم المنطق تبع ارسطو هم مصريين في الاسكندريه وبالتالي كان اسمه مدرسه المشائين ظل اسمه مدرسه المشائين انتهت الدوله اليونانيه ومن الاسكندريه انتشرت كمان العلوم هذه كمان عند العرب او كتب ارسطو انتشرت عند العرب مش معناته ما كانش برضه منطق قبل لا كان بس مدرسه ومنهاج وانتقلت العلوم من اكثر الناس اللي كانت ترجم كتب ارسطو هو شخصيا ترجمها اللي هو ابن رشد حتى يقال انه ترجم من اليونانيه مش العربيه بس من مباشره من اليونانيه للاسبانيه لاحظ هلا في 1998 اللي هو ابن سينا هو كان طبيب اقول لكم باختصار ليش الناس بيشتغلوا بالمنطق نقول أيوب في بيرزيت أو في رام الله أيوب في رام الله ورام الله جزء من فلسطين إذا هل أنا بقدر أظل أركب جمل زي هيك بحيث إني أستنتج علوم جديدة إيش يعني أستنتج إيش جديد طيب معناه كان العرب عندهم هوس بمصادر المعرفة كان عندهم هوس بدهم برضو يتعلموا خلينا نقول إشي ما بيعرفوهوش يتعلموه جديد فكانت المنطق كأداة إنه كمان يكتشفوا فيه إشي فدخلوا العرب على المنطق من هذا الوقت دخل سيبوي على المنطق حتى يعمل فورماليزيشن للقواعد اللغة العربية بس شكله ما طلعش نتيجة حتى سيبوي ودخل ابن سينا على المنطق على أساس إنه هل يكون هاي كيف يستعمل المنطق في علم الطب حتى يستنتج جديد واستنتج نتيجة لذلك أنا بحط صورته وسميت معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية سميته على هذا الاسم لأنه هو مش بس طبيب وكمان من أشهر علماء المنطق واللغة هو جمع المنطق واللغة وإحنا عشان في المعهد نشتغل في المنطق واللغة سمينا على اسم لعادة الناس بسمي مختبرات طبية ومستشفى ابن سينا بس كان سميناه لأنه هو كمان من أكبر العلماء المنطق واللغة مع بعض هل كالجملة لا يمكن تستعمل المنطق
بعيدا عن اللون. لانه كان في محاولات لانه الفورماليزيشن استعمال المنطق مش شرط. العلماء بحاولوا يبعدوه عنه. على اي حال بعد دوله الاسلام بالاندلس اندثرت العلوم اذا بدكم، وقفت بعد ما صار في انتشار او البعد في نقول القوي كان اسبانيا. بعد مسلمة الاندلس كان اسبانيا، وبعد اسبانيا انتشرت اللي هي فرنسا والمانيا، وصارت الثوره الصناعيه في اوروبا والى اخره. ومين اشتغل بالمنطق بعدها؟ علماء اوروبا اللي اخذوا بنبنوا على اساس اللي انعمل قبل. وانا بدي اقول بهذيك الفترات صار في عمليه اختطاف لعلم المنطق من علماء الفلسفه الى علماء الرياضيات. صارت عمليه تجريب اكثر على ذكر. المنطق مش ممكن نفصله عن المعرفي، مش ممكن نقدر نفصله، صحته مش ممكن نفصله عن المعرفي وعن اللغه. بس ده كله مش العلم الوحيد اللي بنقدر نفصله عن الحياه، اللي ممكن ما يكونش له علاقه بالحياه، علم الرياضيات اللي بنسميه ملوش ناقص. بينما باقي العلوم الاخرى فيش علم بيعالج ايش الجانب من الحياه. هلا بالرياضيات انت بتخترق، انت بتخترق الزائد والناقص والضرب، وبعدين بتحط من المتتاليات ومتسلسلات وجيب وجذر. انت انا اخترعها البشر مش شرط تستعملها العلوم الثانيه كادوات كادوات حسابيه، ولكن هي بحد ذاتها مش موجوده في الواقع، ما لهاش علاقه بالواقع. لاحظ علوم الرياضيات علوم تجريبيه بحته، بينما العلوم الاخرى هي علوم طبيعيه. في رأيك الرياضيات تيجي كثير الرياضيات تيجي ثيوريز فقط، يعني الرياضيات تيجي، يعني المقصود انها تيجي اشياء تجريبيه ادوات. انت بتستعمل الديفايس الجيب للجبهه المتسلسل المتتالي التقسيم اخترعه الانسان حتى يقدر يحسب والى اخره. فهي عمليه ولا حتى النمبرز على اي حال. لحد هون احنا تاع الاي تي ما لناش علاقه. بعدين صرنا نقول نقدر نعمل اكسبرت سيستمز. ايش يعني نعمل اكسبرت سيستمز؟ نقدر نعطي الكمبيوتر معلومات ويقدر الكمبيوتر بعدين يتنبأ لنا انه ايوب بده يجيب 90 بالماده الاي اي ولا لا؟ بيقدر الكمبيوتر؟ نعطيه الهيستوري تاعت ايوب، بعدين بنقول له نعطي الاكسيومز يعني تجربه كذا وكذا ام كذا ذن كذا الى اخره، وبعدين بنقول له توقع. بعدين او شخص لنا فلان مريض، بروح انا على قدام الكمبيوتر بصير بقول لي مالك، بقول له اجي توجعني، طب عليك حق، بقول له لا، بقول لي طيب كذا الى اخره، وبعدين بقول لي انت عندك كذا. يعني هي مش ذكاء بالمعنى انه الكمبيوتر بيحسب، عنده الجمل. يعني شو عامل في الفيسبوك؟ انه انا وايوب لازم نبقى اصدقاء. بيحسب. طيب هلا فاحنا دخلنا العلماء الاي تي سندخلوا المنطق برضه كاداه انه نحطوا فاكس كثيره ويعملوا ايش؟ اوتوميتد ريزنينج. شو يعني اوتوميتد ريزنينج؟ يعني استنباط آلي، يعني معنى آخر نقدر نثبت آليا استعمال. هلا هون حتى هون من 1960 وعلم المنطق بعدها صار في عليه هجوم من علماء الاي تي من أضعاف اللي بيشتغلوا بالعلوم الأخرى. يعني تلك معظم علماء الاي تي بيشتغلوا بالمنطق يعني او قسم كبير، وينما كل من الفلاسفه بيشتغلوا بالمنطق. فيعني اليوم العلم ها كان بيصير علوم من علوم الاي تي. هلا مش بس عشان يستعملوا، حتى هم نفسهم صاروا
يبنوا على المنطق وحطوا في المنطق وضيفوا وعدوا على المنطق نفسه. في 2001 بس صرنا نقدر نعمل إشي نسميه كومبليت ريزنينج، وبالمحاضرة جاي نعرف شو معناها كومبليت ريزنينج. يعني باختصار لحد هون ما كانش الكمبيوتر عن جد بيقدر يجيب نتيجة أو نضمن إنه بيقدر يجيب نتيجة. عدلنا على علم المنطق، صار شيء اسمه ديسكريبشن لوجيك، وبعدين صرنا نقدر نعمل كومبليت ريزنينج. قبل ما كناش نقدر نعمل كومبليت ريزنينج. هلا بس لازال ما بديش اسال الكمبيوتر يقعد اربع ايام تنتين جواب. فلازال سكيلابيلتي تاعت الريزنينج مشكله كبرى. في اي سؤال عن المنطق والتاريخ المنطق؟ طيب مر عليكم، بدي هلا اورجيكم بالديسكريبشن لوجيك ايش البروبوزيشنال لوجيك. بس نعمل ريفيو. هاي مش من الصوره، هاي اكسيوم بي او بي او ار، وما اعرف انا كمان اكسيوم ثاني اسمه نوت ار. اذا هل صحيح بقدر هل هاي الجمله ثالث؟ صح. هلا كيف كنا نعملها؟ اخذنا في كتاب الديسكريت ماثماتكس، اللي درس الديسكريت ماثماتكس كلكم درستوا. كيف تحسب الفاليديتي تبعتها؟ اخذنا طريقتين في الديسكريت ماثماتكس. اول شيء اللي بنسميها فاليديتي اوف ارجيومنتس. شو اللي سوينا؟ حطينا هذول البروبوزيشنز، هذول اسم بروبوزيشنز مضبوط؟ هذا تشابتر واحد في كتاب الديسكريت. حطينا هم التروث تبعتهم وحسبنا، بعدين قلنا لما هاي او في كل الحالات اللي بتكون هاي فيها ترو وهاي فيها ترو، هل هاي الناحيه بتكون ترو؟ يعني هل هاي بتكون ترو؟ هاي نطلع هاي البريميسز، هاي بنسميهم البريميسز، وهاي بنسميها الكونكلوجن. فهاي لما بتكون هاي ترو 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 مضبوط ترو، معناته بقدر اقول هاي الشغله. هاي بنسميها validity of arguments. فأنا شو بالضبط السؤال؟ إنه عندي هاي المعلومات وأنا بسأل هذا السؤال، ممكن أسميه كويري. فبتفحص إنه إذا هاي الكويري بتطلع صح معناته بقدر أعمل هاي النتيجة. هاي مثال آخر طلعوا عليه بـ if P then Q or not R. If Q then B B R. هل B implies R؟ بتسأل. Well ما بصير شيء، باجي بحطهم، باجي بقول هاي البريميس أول واحدة، هاي حسبتها وهاي حسبتها بناء على هذول، بعدين بحسبها B if B then R من هون. بحسبها بعد ما جبت طبعا هل بي دي دي ترو ترو، هل هاي ترو؟ هل هاي ترو ترو؟ هل هاي ترو؟ لا. معناته شو معنى هذا الكلام؟ في كل الحالات اللي فيها ريميسز ترو هاي لازم تكون ترو. يعني معنى هو السؤال شو؟ از ات افاليد ارجيومنت؟ إذا ما طلعتش ترو معناته مش فاليد ارجيومنت. اتفقنا؟ هاي طريقة ريزنينج. طبعا هاي طريقة بعدين بنعرف انها طريقة سيئة جدا، هاي بس للتعليم بنستعملها. شو معناته هذا الكلام؟ يعني انه لو انا بدي ادخل نسأل هل ايوب بيقدر يسجل مادة الارتفيشال انتليجنس فصلها؟ او بدي اروح شو اساوي؟ ادخل المواد وادخل ايوب والمواد اللي درسها وعمل اللي هي العلاقات بين المواد. او قديش بيطلع لنا هون وحده؟ قديش بروبوزيشن هذول؟ مفترض منهم 100 بروبوزيشن، 100 بروبوزيشن بس انا ايوب هذول بيطلع طول التيم قديش؟ 2 قوة 100. معناته ها مش طريقة اني اقدر اعمل استنتاجات آلية. فهمتوا علي؟ طيب هي بس البروبوزيشنال لوجيك والطريقه الريزنينج.
هلا بس تذكرهم كمان مرة بكيف نكتب first order logic. هاي عنا صورة، هذا المثال مشهور نسميه تاركيز سيمانتكس أو تاركيز وو زين. هلا شو معناتها يا أيوب؟ For all circle x, x is above f. شو معناها؟ في دائرة تكون في نفس السيركل. يعني كل circles above f، وين f؟ كل السيركل في تحتها نكتبها for all. إذا f x is a circle then x above f. طيب ها there is a square x such that x is black. شو يعني؟ في مربع لونه اسود. في مربع لونه اسود. كيف اكتبها بالمنطق؟ There exists x. x is a square and black x. طيب for all circle x there is a square y such that x and y have the same term. شو يعني يا شو اسمه؟ استنى شو يعني بالعربي يعني في عندي مربع ودائرة نفس اللون. يعني في عندي مربع ودائرة لهم نفس اللون. مربع ودائرة لهم نفس اللون. مربع ودائرة. اها لا فيش دائرة. لا فيك مش آه. لكل دائرة في مربع. لكل دائرة مربع ولا كل دائرة. اها يعني هاي لا تتضمن انه هاي المربع الاسود انه في دائرة سوداء. انا بقول وين في دائرة لازم تكون مربع اللون تبعها في دائرة. فبنقول for all circle او for all x if x is a circle then there is a square y له نفس اللون. هاي there is a square x such that for all triangle y x is right to y. في مربع اسمه x كل مثلث موجود على في مربع كل المثلثات على يمينه مربع يعني مربع على يمين في مربع على يمين زاوية 180 كل على يمين كل المثلثات ها لا ها ها وفي في ها في مربع لكل في there exists square x and for all y triangles then for all y إذا y is triangle then x at the right of y. طيب هلا هاي مثال خلي هذا تدرسوه في البيت او ما نكتب الديسكريت ها شو بيقول هذا المثال؟ في عندنا منيو سلط منيو والمين ديش والمين فورس والديزل وفي عندنا يعني مثلا ثلاث نساء ثلاث اشخاص فكل واحد فهمت اقول شو معناه؟ There is an item on في item يعني كل الطلاب اختاروا there is an item that was chosen by every student true there is a student is such that all item one such that all item on is chose by شو يعني في طالب يختار جميع الايتيمز ها تم يوتا اختار لا يوتا ما اختارت جميع الايتيمز جميع هاي اللي نسميها ستيشن المنطقة يعني هاي سلط لأن جرين سلط وفروت سلط يعني فروت سلط از ايتيمز ها فيش حدا يعني شو معناها هاي الجملة؟ في واحد طالب اختار كل الايتيمز لا فيش
all stations in there exist an item R سوا في البيت هاي كل الموجودة زي شغل هلا ندرس اليوم why logic لين ندرس logic دليلش logic logic allows us to represent knowledge result هلا أنا أدب هذا الكلام ولا هذا الكلام أنا أدب طبعا اللي فوق اللي اذا شفنا اللي تحت مش مهم لا لا مش بتوفر انت بتظهر بشيء ويا عيون بفهم ايش كذا في امبيجويتي في غموض في اللغه ها هذا كيف هذا هذا عشان بكتب جمل كثير واضحه عشان اعلمها حتى there is an item that was chosen by every student. وتقول شو قصدك؟ شو يعني؟ وا 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 بس بس هاي ما فيش مجال تكتب عليها. ها؟ وانت انا بقول هيك وواحد ثاني بقولها بطريقه ثانيه. بس لما نجي نحكي بالمنطق المنطق له نسميه تفسير جوا المنطق لها تفسير واحد فقط. بينما الجمل اللغوية إلها عدة تفسيرات. طيب خلينا نأخذ هاي. شو هاي تقول؟ كل إمبلوي هو بيرسون. كل إمبلوي هو بيرسون. والجملة الثانية؟ كل ستودنت هو بيرسون. والثالثة؟ كل بي اتش دي ستودنت هو بيرسون. كل بي اتش دي سيلر طيب والرابعة كل بي اتش دي سيلر هو كمان موظف اتفقنا؟ للي بتحب تشوف هيك الرسمة تخيل يو ام ال او اي ار دايجرام او او ار ام دايجرام ونقول ستودنت سب تايب اوف بيرسون وامبلوي سب تايب اوف بيرسون وبي اتش دي ستودنت سب تايب اوف امبلوي سب تايب اوف بيرسون مظبوط؟ ها؟ هلا بنشوف طيب انا بدي بس ما عشان امثل طيب سؤال انو اجمل احط يعني انو احسن الى نظري اشوف هاي الجمل ولا جمل الرسمي او اشوف جمل مكتوبه باللغه الانجليزيه طيب اذا معناته احنا مش بس بنحط الجمل عشان نستعمل المنطق بس عشان نعمل ريبريزنتيشن يعني مش بس عشان نمثل المعرفه اها طيب وي اولسو نيد تو بروسيس ذيس نوليدج اند ميك يوز اوف ات يعني بدنا نعمل بروسيسنج لهاي المعرفه او نعمل ايزي خذوا المثال التالي how to process the above axioms to know that an axiom can be derived from another مثال حطوا هاي شو ما هاي بتقول يعني هاي عندنا جمل منطقية مكتوبة أو بمعنى آخر مثلنا معرفة معينة يا جماعة بس في اشي نسميه امبلايد بلزمش تلزم اخر وحده؟ لا تلزمش طبعا هاي سهل تشوفيها يا هان عشان بنكون من خمس جمعه بسرعه بتعرفيها بس لو عندك مليون جمله شو بعرفك؟ بدك واحد يقعد يفكر فيه يبكي مخه هل بتقدر تعملي لنا برنامج يكشف اذا في اشي درايف؟ اها وهون بيجي هاي واحدة ليش الثاني بعطيك هذا المثال الثاني في واحد بيجي بقول نضيف جملة ضفنا هاي الجملة كل student وإملوي تساوي فاي تقاطع تقاطع مجموعة الطلاب مجموعة الموظفين فاي فاي
شو الغلط هون؟ ماله؟ شو يعني؟ هاي بالرسم مرسومها عادة هيك، هاي الجملة مرسومها هيك. بالتالي هاي خاطئ. هلا يعني شو خاطئ بالضبط؟ شو معنات خاطئ؟ يعني في نتيجة ممكن تكون خاطئة من يعني هل نلكم أول شيء؟ هل بنلكم أوبجكت أو إنستانس لا بيرسون؟ ممكن. خليها موجودة. في. هل بنلكم إمبلوي وهو سبتايب أو بيرسون؟ آه. هل بنلكم ستيودنت وهو سبتايب أو بيرسون؟ آه. هل بنلقى بي اتش دي ستودنت؟ لا ما بنقدرش لانه ما بنقدرش حسب التشديد هي هاي معناها تقاطع هاي وهاي صح؟ يعني كل بي اتش دي ستودنت بده يكون ستودنت وامبلوي بنفس الوقت بس بنفس الوقت شو كلير؟ ممنوع مكسوم تقول لا توكي وايه وصحيح لا تكسر وكلتها تشبع يعني شو يعني قلت انا ان بيدي السودان لازم يكون طالب وموظف رديت كلي تقاطعهم فاين بالتالي لا يمكن نلقى على الاطلاق تأكيد سودا هل هاي نسميها ساتسفايبيليتي لانه هاي مش ساتسفايب هذا الكونسيبت مش ساتسفايب وبالتالي زي في كونتراديكشن في اشياء ضربت بعض مع بعض وبالتالي في طيب لو اعطيتكم انا او قلت لكم تعالوا اعملوا لي برنامج بعطيه اكسيومز مكتوب باللوجيك وبقدر يجيب لي اذا في كونتراديكشنز ولا لا بتقدروا؟ اه بتقولوا اه بنتفاهم عليها في المحاضره الجايه اذا بتقدروا لها وهل هم جرى؟ بتقدروش مش بتقدروش من مره بس لحد معين هذا هو لحد قديش وشو اساليب الريزنينج هو موضوع محاضرتنا او المحاضرات الثلاث الجايه هلا واهل المجرة قد يكون في اسئله اخرى الى اخره في عمليه الريزن لهذا السبب احنا بدنا فهمتوا ليش بدنا نعمل على فكره لو الكمبيوتر هذا مش يوم ال مثلا مش عارف ايش باليوم ال يو ام ال هلا وانت بتدرس يوم ال عشان تبرمجه مش لو كنت سويته هيك عبر البرنامج بعرفش هذا مو برنامج تستعمله الريشنال روز مثلا مثلا لو انك انت الاول ما تبدا ترسم يطلع لك مشاكل زي هيك يبدا الريشنال روز يقول لك او وكيف غلطت منطقيا صح؟ ما اخذت نفسك مثلا هل هذا بصير برنامج ذكي؟ اه طيب أو لو أخذنا جوال عنده رولز بتقول إذا واحد اتصل ساعة هيك بريبيد كارد واتصلت بعد 12 للكذا واتصلت على واحد بيكون زميلك و و و إذا سعر هالكذا إذا كذا 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 سعر هالكذا إذا كذا 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 سعر هالكذا مش هذول رولز هذول بتفكروا إنه مخزنات في برنامج كالبرنامج هذا عادة المفروض يكون عادة أو المفروض يكون يعني مخزنات بسميه رول إنجن. طيب الرول إنجن لما يكون 2000-3000 رول ولا 20,000 رول ولا مليون رول كيف بده جوال بتغلطش؟ يعني بتغلطش كيف؟ فلازم نعمل لوجيكال ريزن ها هذا نوع معين نوع جديد من الاشياء اللي بنسميها لوجيك هلا اللوجيك ايجنتس نيجي نطلع على الايجنتس قلنا هدفنا ان نعمل ريزنينج تكنيكس يعني بمعنى اخر بدنا نكون في تاسك معينه بدنا ايجنت يعمل تاسك معينه يكون مثلا عنده
يعني بحقق الذكاء مش بعملية السيرتشوال، بعملية الريزن. فمن حق الذكاء بعملية الريزن، فبدنا نأخذ اللي بنسميه يعني الريزنينج تكنيكس، بدنا نعرف الليميتيشن تبعتها، قديش بنقدر قديش بنقدر نقدرش نعمل، بقول هلا بقول نقدرش نعمل ريزنينج على ايش؟ في ليميتيشن، في مشاكل، الكورس ما بعرفش شو المشاكل، وحنبلش بلغه اسمها برولوج، وحنشوف وين الليميتس الموجوده في العمليات. اوكي. ففي عندنا شيء نسميه نوليدج بيس، مش داتا بيس، نوليدج بيس. شو يعني نوليدج بيس؟ قواعد منطقية. يعني في عندي مجموعة كبيرة من جمل منطقية، هاي نوليدج بيس. مجموعة من الجمل المنطقية، كل جملة نسميها سنتنس، لوجيكال سنتنس أو أكسيوم. واضح الكلام؟ بعدين من مثله بين وضع معين زي البروبوزيشنال لوجيك او زي الفيرست اوردر لوجيك او الى اخره. اوكي ماشي. هات نشوف لو بدنا نسمي ايجنت، الايجنت شو بالضبط يسوي؟ الايجنت في له انبوت تيجي من الانفايرمنت، مزبوط؟ في له في له انبوت بيجي من وين؟ الانفايرمنت. بدخل على انفرنس انجن اسمه. شو الانفرنس انجن؟ او ريزنينج انجن؟ هو اللي بيحسب او على فكره ما بنسميهاش بيحسب بنسميها بيت. لا لا هي الاسم العلمي لها بيت. ها؟ لانه هون اعتمد على المعنى. اللي هو بدي ذكره المثال اللي تذكر المثال هذا، هاي نوليدج بيس ولا تذكروا هل هاي صح؟ انه هو الانفرنس انجن، البرنامج هو هذا اللي بيحسب الجمل المنطقيه بس، فبده يكون صح ولا لا؟ هلا فهو بندخل الانفرنس انجن بشوف الانفايرمنت وبده يطلع اوتبوت معين، بس كم يطلع اوتبوت معين بكون في عنده نوليدج معين، يعني في عندنا مثلا برنامج بده يسأله بده اسأله هل ايوب بيقدر يسجل مادة الاي اي ولا لا؟ فشو بيساوي؟ بتطلع على الانفايرمنت، بعدين في عنده نوليدج عن ايوب وبناء عليها بيعمل اكشن. فهمتوا علي؟ هلا بس فرق انه في اشياء بشوفها من النتائج اللي بتطلع على رد تدخل شيء على نوليدج بيس. طيب سكير اوكي. هلا الكتاب في شابتر 7 بيحكي عن لعبه، بتزبطش اللعبه هاي ان نسوي لها عمليه سيرش زي ما اخذنا جيمز. كيف نعمل جيمز بطريقه السيرش؟ هلا بناخذ جيمز بطريقه المنطق. فقبل ما ابلش يعني انا مش مركز عليها ومش معني انا شخصيا افهمها، بس اذا انتم بدكم تفهموها او بدكم تفهموها حتى لكل الامثله اللي بيستعملها الكتاب جاي عليها او بتستعملها الا اسمها وارم سوب. ها طيب هلا بدنا نشوف فيديو بيشرح لنا اللعبه. هذا فيديو بعيدها اكثر من مره. هلا هاي انت اللي بتلعب، هون في نار وبتشوف الاسبي اللي يعني بتشم ريحتها او البريز النسيم تبعها. شايفين لما في الشيطان المربعات اللي حواليها تبكي ايش؟ اس اس اس. ها طلع اسبي 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 حواليها. فانت بتصير تروح اذا شفت هون اس وشفت هون اس معناته تستنتج انه هون في شيطان. ها انت طبعا بتقدر تقتله بالطريقه هاي او بتقدر تتعدى عنه بطريقه معينه. الاس بي هاي النار حواليها بكون ايش؟ الاس بي. هلا بدنا نلعبها بطريقه هي زي اللي بيلعب على العميات، بس احنا ما بنلعبش. هي بيلعب على العميات كذا، لك اس بي قد يكون هون معناته هون في 100% نار لانه هون وهون في اس بي. فهو بجرب بروح فلازم يكون ذكي. هاي اللعبه هيك راح
هلا بقدر يجي هون هون فيه اجى هون هلا هون نعرف شوي اجى هون خاطره اجى هون لك اس اس معناته هون ايش فيه شيطان هذا اضرب ضربه او مرات الشيطان اسمه مرات اسمه شيء اشياء ملاحظين هلا اذا هون اس بي واس بي لا هلا اس بي هون في واس بي اس بي اس بي هون في هون ما فيش فبالتالي انت تتحرك باللعبه وقفها شوي انت بتتحرك باللعبه خلص مش مشكله تتحرك باللعبه تستخدم ذكائك تستعمل الريزن هذا لوجيكال ريزن ليه لانك انت بتقول اه هنا هون في كذا وهون في كذا هون وهون معناته سوري مثلا هون وهون معناته هون في تستنتج اذا في هناك كذا اه اذا هون كذا فبصير تقدم تعرف تخيلوا هاي ايجن وانت تلعب هاي الانفايرمنت وعندك الرولز تاعت اللعبه خزنت في النوليدج بيس تبعتك وانت بتصير تلعب ف يعني مع اخر هاي لعبه بتعتمد على اللوجيك لاحظني هلا اللعبه طبعا كلعبه فيها مثلا اذا بتاخذ جول بتلك هاي المجره اللي فيها الجول تفوز تاخذ 1000 نقطة إذا متت بنقص عليك وإذا واحد ضربك بنقص عليك 1000 نقطة كل ستيب بتمشيها بنخصم عليك نقطة إذا استعملت السهم هذا بتخسر 10 هلا سكويرز أدجسنت تو ومبس آر سميلي يعني وين الومبس موجودة؟ ها؟ حواليها بيكون ايش؟ سميلي سكوير سكويرز ادجسنت تو بيت ار بريزي البي اس ال اس بي بتكون هناك اسمها النار هون بدوز تلكو اسمها بيت واسمها بريزي يعني تختلف شوي مسميات بين الامبلمنتيشنز للعبه وهنا ما جرى هاي الايجنتس هاي اللي اذا السنسور مثلا ستينك بريز الى اخره ففي هذا اذا كانت بنلعبها كايجنت وتحط اللعبه بس انا بس بدي اوريكم شيء اللعبه عشان لما نضرب امثله في الماده تقدر تفهم عليها هلا هذا نشوف شو هاي معناها يا حتى شو هاي معناها انت عمرك شفت هاي الاشاره هاي الاشاره عمرك شفتيها اول مره تشوفيها تشبه اليساوي لا هيك شحطة طويلة وطالع منها شحطتين هيك قبلها في اشي نسميه نوليدج بيس واللي بعدها بدنا نسميه ال فبنقول هاي نوليدج بيس وهاي السؤال او الكويري او اللي بنساله او اللي بنعمله بنسميه ال نقراها انتيلز نوليدج بيس انتيلز ال شو يعني انتيلز الفا او بنسميها الانتل هاي اشاره الانتل means that one of the following forms one thing follows the other هلا knowledge base entails sentence alpha if and only if وين انت entails alpha المفروض تعرف على فكره شو اسمك نور نور ولا نورة نور هل صوتك ليه نور هلا النولج بيس وين انتاز الفا اف انت قول لي اف على فكره بتذكر هو وين انتاز الفا انتاز الفا يعني الفا از فاليد يعني نقول الفا از ترو ان اول وورلدز وير بي از وير النولج بيس از ترو شو ان اول وورلدز ايوه ويعني احنا لما فحصنا هذول تتذكروا بالمثال السابق قلنا كل البروبوزيشنز فحصنا لما هذول البروبوزيشنز الاكشنز هذول كانت ترو هاي طيب نولج بيس او خلينا هلا طلع دي نولج بيس كونتين دي دي جاينت وان دي جاينت سوان اند ذير از وان هاي نولج بيس فيها جملتين انتيلز هل هاي الجملة انتيلز ولا لا؟ ايضا ايجا
سنة وان آر بدرسهم هي نفس السنة. وهنا ما جرى هذا هلا التيلز إز ريليشن بتوين سينتاكس والسيمانتكس. شو السينتاكس معناها؟ يعني قواعد الكتابة. والسيمانتكس أيوه معنى اللي بتدل عليه مكتوب. وبالتالي احنا بنستعمل يعني نكتب الاشياء بلغه المنطق وبنفحص معناها او بنفهم عشان نستنتج فبنعمل انتبه. هلا في كلمه بدكم اليوم تحفروا دماغكم حفر تعرفوا حفر ذات الحفر اسمها موديل. شو يعني موديل؟ مش موديل يعني واحدة حلوة ولا موديل يعني شو نموذج ولا موديل إشي باللوجيك لأنه هاي اللوجيشنز typically think in terms of models ها typically thinks in terms of models which are formally structured more with respect. هلا بدنا نشوف شو أنا هلا we say M is a model of a sentence alpha. يعني الفا إلها موديلز. الفا الجملة الفا إلها موديلز. بيكون بتكون أو يعني إذا كان موديل بيكون الفا is true in M. شو معنى؟ بقول أنا الطلاب اللي لابسين كندرة سودة اللي لابسين حذاء أسود هاي جملة جملة لا هاي جملة تحدي ها شو الموديل تبعتها الطلاب الحقيقيين الانستنسز اللي لابسين اللي بحققوه فكل جملة الانستنسز اللي تتحقق فيها هاي بسميها الموديلز. فبنقول يعني الموديل تاعت الفا از ذا سيت اوف اول مودلز اوف الفا ذا سيت لانه ممكن يكون لها اكثر من موديل. كيف يعني؟ يعني لما اقول شخص بيرسون هلا انا مصطفى موديل لمين؟ لبيرسون وانتم موديل وعلي موديل الكل كل واحد منا موديل لبيرسون يعني اي انستنسيشن بحقق الجملة نعتبره موديل للجملة ما هي؟ أي إنستانسيش معينة بتحقق جملة منطقية بتكون موديل لهاي الجملة واضحة؟ موديل ثابت هات نشوف ذات نوليدج بيس إنتنس ألفا إيه اللي طلعك بتكون النولج بيس انتلز الفا اذا المودلز تاعت النولج بيس سبست من المودلز تاعت هلا نشوف طلع في عنا جاينت سوان اند ريد سوان وبنعرف هاي النولج بيس الف شيء هي جاينت سوان از ترو يعني أو ريد سوان برضو هاي طلع هاي هاي ألفا فهاي مثلا الموديل تبع ألفا وهاي الموديل تبع ألفا يعني هاي تتحقق في هاي وهاي تتحقق في هاي لحظية في عندي أمثلة أخرى أنا أوكي هاي الجملة طلع نيجي لها شو بتقول هاي الجملة شو اسمها مهند هاي جو شو بتقول الفا شو هي كل السيركلز اباف اف كل السيركلز اباف اف حطيت انا العصا هون لا اعطيكم موديل لها انه في عندي او عشان اعملها موديل في عندي سيركل اي وسيركل سي وتريانجل اي مزبوط وبدي يكون اي وين موجود في 3 5 وبده يكون سي موجود في 2 4 وبده يكون اف موجود في 3 3 اذا هاي انستانسيشن يعني هذا قطعه من الواقع
بتحقق بتتحقق فيها مش الالفا بتحقق الالفا بتتحقق في هاي في هذا الوضع في هاي الانستانسيشن لاحظين هاي بنسميها موديل هذا موديل الالفا هلا قد يكون كمان في دائرة ثانية وثالثة ورابعة هذول موديل صاروخ يعني أي إنستانسيشن تتحقق فيه ألفا بنسميه إيش؟ موديل ألفا لا مش موديل موديل بشكل عام لا موديل ألفا مش شرط إنستانسيشن حول لا لازم تقول يعني سنتنس هاي فرضا أخذ في مكفيه مرسيل كيف تحتف هلا كيف هاي حط واحد واحد شو يعني؟ يعني اف هون لا استاذ بالعكس التحكم من تحت بغض النظر هلا مش مشكلة مش مشكلة ما انتبهتش بس انا بدي اقول قصدك تحطها هون؟ انا قصدي تحطها هون يعني هون واحد هون واحد واحد اوكي 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 معقول؟ لا اوكي تركيب هاي واحد واحد اوكي طيب لو كنا الفا حطينا هون خمسة خمسة اسمعني لو حطينا اف خمسة خمسة ده ارد عليه لو حطينا اف خمسة خمسة هل هذا ضل موديل؟ ابسوليوتلي نوت لانه الفا تتحقق ايش؟ او هذا مش انستانسيشن الا الفا او الفا تتحققش فيه تصير الالفا مش ترو مش نولج بيس مش نولج بيس هذا مش نولج بيس هلا برد عليك هاي مش نولج بيس لو احنا شو بنقول كيم اف حطها هون هلا تطلع اوف هل هاي هل في موديل تتحقق فيه الفا؟ لا بطل تتحقق فيه صارت لا معناته بطل معناته هذا الانستانسيشن مش موديل لا او هاي الارينجمنت مش موديل لا الفا بده يكون عليه طب لو في مثلث في سيركل لو في سيركل هون سيرو ايه بضل هل بصير الوضع هاد؟ لا بس سيرو ايه مصير جدا فوز ما مفهوم مفهوم فاهم عليك جيش بس انا جاي على بقول طب حط دائره استاذ هون هل شو يعني حط دائره هون كمان ضيف هون اشي صار لا صار الموديل لا بس اذا محيتني وخليت الدائره بقول لك هذا الموديل بحقق الف يعني اهم شيء عندي اوكي انا كل شيء بدي تشوف في بجوز يكون دوائر ثانيه بمعنى بس هل بتقول فور اول انت بتاخذ الجميع على الموديل مش المستفسر انت بتاخذ الشيء الجميع باخذ الاشي نهاية فور اول حسب شو مطلوب بالجمله باخذ حسب شو مطلوب بالجمله هلا لو في اكسس لا مهم لا ست اوف موديلز يعني احنا بنحكي عن يعني اذا بتكون ثيرد اكزيست انا بس بدي موديل واحد بس كان يقول يعني حتى ثيرد اكزيست لها اكثر من موديل نقول في واحد في المحاضره لابس جوكيت اسود في على الاقل واحد هو مثلا الطلاب لابس جوكيت اسود هلا في اكثر في ثلاث كل واحد منهم موديل لا الف كل كومبينيشن من الاثنين بتقدر تحقق ملاحظين؟ فحسب الجمله اذا كان فور اول ولا غير اكزيست شفت شو معنات موديل؟ So we say that this model is على فكرة نسميها موديل هلا الموديل شو معنى التفسير؟ تفسير 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 بال 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 بالعربي شو يعني تفسير؟ فسر لي شيء طمعي كملوا قربوا اعطى امثله بالواقع امثله بالواقع يعني موديل اعطى موديل بتحقق فيها الارجمنت وبالتالي كلمه انتربريتيشن بالمنطق هي مابينج من مابينج الجمله
للواقع. فست موديلز. لا لا. We say that this model is an interpretation of alpha. هو نفسه interpretation. الانتربريتيشن معناته يكون فانكشن. أنو هلا شوفوا نونت بيس انتيلز الفا. هاي شفتوها قبل هيك؟ لا. أول مرة بتشوفوها. شو معناها؟ شو معناها؟ نونت بيس بس تشبه هذيك؟ تشبه هذيك بس بدون الآي. أوكي. عارفينها شو معناها؟ هناك شو معنى الجملة هذي؟ إحنا بشكل عام بالواقع النولج بيس انتيلز الفا اولى. هون احنا حنشتغل على اشي جديد هلا نتعلم اشي جديد اللي هو النولج بيس في انتيلمنت. يعني نقول هاي الجمله سنتنس كان الفا الفا كان بي ديراي فروم ذا نولج بيس باي بروسيجر. يعني انو بروسيجر تبع عتاب ولا تبع محمد اللي مش تحول بيشتغل او بيستنبط او بيستنتج الفا من في اشطر من يعني مش اكثر من الفا في اكثر من بروسيجر عشان اكثر من برنامج اكثر من بيس لا اكثر من برنامج برنامج انسان الفا والنولج بيس بطريقه يوصل اللي انا يعني اعتبر عملي برنامج وحمزه عامل برنامج هلا اعطيك النولج بيس واقول لك استنتجي لي واعطيك انت النولج بيس واقول لك استنتجي لي هلا الان فهان يسمي انه هان مثلا بنقول بنحط هاي الاشاره بنقول عتاب او بنحط هاي الاشاره بنقول حمزه بنقول النولج بيس سنتنس هاي دراي فروم ذا نولج بيس يوزنج البرنامج تبع عتاب الانجن ايوه ليش احنا اصلا بالنهار كله؟ عشان نقدر كيف في الالجوريثم بتاعت السيرج درسنا البروبريتيز تبعات الالجوريثمز قلنا هذا في له كومبلكسيتي وكومبليتنس واوبتيماليتي والى اخره. هلا هسه شو نقص التو سلايدز هذول؟ شو البروبريتيز تبعت البروسيجرز اللي بتعمل ريزنج. هلا اول شيء بنسميه ساوندز. هل البروسيجر تبع عتاب ساوند ولا مش ساوند؟ شو يعني؟ هلا بنقول البروسيجر ار از ساوند اف whenever النولج بيس لما عتاب تستنتج الفا من النولج بيس it is true also that النولج بيس شو يعني؟ إذا كان يعني برنامج عتاب طلع ألفا من النولج بيس ها؟ طب بلكي غلط بلكي برنامجها غلط بلكي برنامجها غلط هلا بنسمي هذا هاي تأكد إنه صح ومش تأكد إنه صح إنه النتيجة اللي بطلعها بتكون صحيحة النتيجة اللي أنت طلعتيها بالبرنامج تبعك اللي هي ألفا It is true انه فعلا النولج بيس انتيلز هاي الف ها بالتالي هاي نسميها مش متاكد انه صح نسميها ساوندز هل البرنامج تبعي ساوند ولا مش ساوند يعني شو معناها؟ يعني اذا طلع نتيجه بتكون النتيجه صحيح هلا في شيء بنسميه كومبليت على ذكر هاي ساوند مش شرط تطلع نتيجه بس اذا عم شرط بس اذا طلعتي بتكون النتيجه صحيحه هلا كومبليت بدنا نفحص نقول انه اي اف از كومبليت اف كومبليت انه whenever اذا كان فعلا النولج بيس يعني عارفين ايش كومبليت يعني اذا كان في نتيجه بتطلع كومبليت اذا كان على مرات ما فيش نتيجه بس اذا كان في نتيجه بتطلع هاي الكومبليت ساوند اذا طلع النتيجه بتكون صح طيب السؤال اللي بسالكم اياه هلا ليوسف سؤال يوسف هل الفيرست اوردر البروبوزيشنال لوجيك ساوند
Third order of the exam, or the position of the exam? مرة ف
فبتطلع دائما ترو والترو نفسه فبنقول الفاليديتي از كونكتد الفاليد او هيك خلينا نقول اذا النولج بيس ذير از اف اند ون ليف النولج بيس امبلايز اذا هاي فاليد معناته هاي الفا كان بي انتيلد فروم ذا نولج بيس ليه؟ ها شو يعني ساتيسفايبل؟ هل هاي ساتيسفايبل؟ ذكرين هذا المثال؟ هل ساتيسفايبل؟ لا ليش؟ لانه هاي موجوده صح؟ انه هاي موجوده انه في الانترسكشن بينهم فايل هلا وين بدك تقول ان سنتنس ساتيسفايبل؟ if it is true in some models يعني ولو إلها موديل واحد هل هاي إلها موديل يا حمزة؟ شو يعني؟ هاي ما نقدرش نعملها ولا موديل ما نقدرش نعملها ولا إنستانس أسبوع؟ إذا قدرنا نعملها إنستانس يعني صار لها موديل هلا فبتكون الجملة المنطق جملة منطقية معينة موديل إيه سوري ساتيسفايبل إذا قدرت تجيب على الأقل مثال واحد موديل واحد للناس بعدين بس إيه موديل واحد بس إذا ما قدرتش تجيب ولا موديل معناته مش ساتيسفايبل هاي البيئة في السودة مش ممكن يكون لها موديل في ظل وجود هذا هذا تلخيص بنقول الانتربريتيشن اي از ا موديل اوف الفا a formula alpha is satisfiable if there is some i that satisfies alpha يعني في موديل that satisfies alpha نسميها satisfiable not satisfiable if اذا مش satisfiable يعني unsatisfiable اذا مش satisfiable for example if there is some i that does not satisfy for example يعني معنى اخر اذا في موديل واحد تقدر تجيبه ما يحققش alpha نسميها فولسبل يعني نقدر نخطئ ولو في مره واحده فاليد او التوتولوجي اذا دائما فاليد اذا دائما ترو ها فتو فورمولاز هاي مهمه نعرفها تو فورمولاز ار لوجيكلي ايكويفالنت وانت اذا لهم نفس الموديل دائما لهم نفس الموديل تذكروا كيف تو لوجيكال ستيتمنتس ار ايكوفالنت للتروث ثيري اللي سويناهم بنسويهم اذا لهم نفس التروث ثيري مظبوط؟ هلا اذا بتكون الجمله كبيره وكثير مرات ما بنقدرش نحكمه معناته بنقول انه اذا اذا لهم نفس المشكله في اي سؤال؟ تكمل